كان في كلمة مهمة جدا للكابتن محمود الخطيب في هذا الحفل، تعالوا نسمع ونشوف كلمة الكابتن محمود الخطيب ثم نواصل باقي أخبار هذا الحفل. بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة ومصر ومؤسساتها وأهلها بخير ودايما إن شاء الله في أمن وأمان. في البداية بنرحب بالمهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، وبنرحب بكل السادة الحضور والإخوة الصحفيين والإعلاميين. الحقيقة النهاردة يوم من الأيام السعيدة بالنسبة لينا كلنا كأهلوية. الحمد لله يوم بيبين قيمة وقدر النادي الأهلي وتاريخه وشعبيته الكبيرة. يوم يخليك دايما تعتز بناديك وتفخر بيه، لأنه نادي تأسس على الوطنية وعلى مبادئ وقيم تتوارثها الأجيال. تعتز وتفخر بناديك لأنه أحد أندية القمة في العالم الأكثر تتويجا بالبطولات والإنجازات الرياضية، ولأنه دايما رائد في كل شيء. والحمد لله رب العالمين، زي ما كلكم عارفين أول ظهور للرعاة في مصر كان على ملابس النادي الأهلي، والكلام ده كان في أواخر السبعينات. من الوقت ده وكل بدأت مجالس الإدارات النادي مجلس ورا مجلس يفكروا إزاي نطور أنفسنا، وإزاي يعني بالذات في مجال الدعاية، وإزاي نضاعف القيمة قيمة المردود للنادي الأهلي، وبالتالي قيمة النادي الأهلي وشعبيته وتاريخه. إزاي بنجتهد لنكون عنصر جذب للرعاة ونحافظ لهم، إحنا لينا كمان دور مع الرعاة، إزاي نحافظ لهم على أفضل فرص استثمارية ونوفر لهم مزايا وفوائد تحقق أهدافنا وأهدافهم. النادي الأهلي يا جماعة والحمد لله رب العالمين بيملك شعبية وجماهيرية تقريبا كده، أعتقد يعني ما فيش نادي بيتمتع بيها زي النادي الأهلي. النادي الأهلي كمان أحد الأندية وهو من الخمسة الأوائل في العالم المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي، وكمان بيملك محتوى رقمي بيضمن للرعاة الظهور بمعدلات كبيرة جدا على المنصات الإعلامية. هو ده النادي الأهلي، علشان كده فطبيعي جدا جدا أن تكون الهدف الأول والرئيسي لكل الرعاة لقيمة وتاريخ وشعبية الأهلي. والمهم كمان وانت بتتعاقد مع الكيانات والمؤسسات الكبيرة، وكمان بتتعاقد بالقيمة التي تعكس عراقة النادي الأهلي اللي مر على إنشاؤه أكتر من 115 سنة وبطولاته اللي وصلت ل 144 بطولة محلية وقارية ودولية. هي دي قيمة نادي القرن في أفريقيا. النهاردة احنا نتعاقد مع واحدة من أكبر الشركات في منطقة الشرق الأوسط، شركة اتصالات مصر اللي هتكون إن شاء الله الراعي الرئيسي والشريك التكنولوجي للنادي الأهلي لمدة 4 سنوات جاية بإذن الله. لو اتكلمنا عن العلاقة المميزة اللي بتربطنا بشركة اتصالات، الحقيقة العلاقة دي بدأت من سنين طويلة زي ما شفنا وزي ما شفتوا حضراتكم في الفيديو اللي اتعرض من شوية، وكانت شراكة ناجحة
بيننا، وبإذن الله سنسعى سويا لنجاحات إن شاء الله نجاحات أخرى، وإحنا والشركة سعداء بهذه الشراكة وسعداء بهذا التعاون، وإن شاء الله يكون تعاون مثمر للنادي وللشركة. مش عايز أنسى أشكر الشركة المتحدة للتسويق الرياضي اللي هي المسوق الحصري لحقوق رعاية النادي الأهلي، وعايز أشكر المهندس سيف الوزيري وكل الإخوة القائمين على هذه الشركة الوطنية. وبعد الشكر لله سبحانه وتعالى، الشكر واجب وضروري للشريك الأساسي لكل إنجازات ونجاحات الأهلي، الشكر لجمهور الأهلي، الجمهور الوفي، السند والداعم دايما لناديه وفي كل المواقف. وأتمنى من جمهورنا يكون داعم أيضا، ويكون داعم برضو لكل شركاء النادي ورعاة النادي، علشان كلنا بنسعى لهدف واحد وهو مصلحة الأهلي، ونجاح شركاء النادي جزء أساسي من نجاح النادي نفسه. في النهاية عايز أقول حاجة مهمة جدا، الشراكة اللي بنعلن عنها النهاردة هي شراكة بتؤكد إن مصر ومؤسساتها قادرة على جذب الاستثمارات الكبيرة، وقادرة كمان على النجاح. وهنا مش عايز يعني لازم كلنا نكون فخورين جدا ببلدنا، لأن اللي حصل في مؤتمر المناخ 27 ده كان حديث العالم كله، وأعتقد إن نجاحاته في كل الأمور وصلت للعالم كله. وكمان دور الدولة اللي بتقف دايما وبتساند كل المؤسسات الناجحة، وده أكيد هيدفعنا وهيخلينا نشتغل أكتر وأكتر في اللي جاي. المهم إننا كلنا نكون مع بلدنا ومع مؤسساتها الوطنية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. علشان بإذن الله نتخطى كل التحديات اللي جاية. في النهاية بشكر حضراتكم وأشكر كل الحضور، أشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.